برأيي أنت بحق لك إنك تسمعي النصيحة مني، وإذا بدك تستفيدي، يعني خصوصاً لهلأ لساتك ما غرقتي. هذا أول الطريق. أنت شو بدك مني؟ عم أحكي من شانك ومشان ابني قادر أكتر منك. بس القصة معقدة، ما أنا بهالبساطة. أنت كمان في شغلات ما بتعرفيها. ما في شيء أصعب من اللي عم تعمليه هلأ. لا تنسي هالشي. المهم كيف ما كان راح تنكشفي، هلأ ولا بعدين؟ ما راح يتركوني. بابا وين ميسون؟ ما اجت على البيت مبارح وتختها مثل ما هو. لك شو عم تحكي؟ قلت لك ما لازم نعتمد على البنت الغبية أبدا. خليني روح شوف وينها. يا ويلك مني إذا كنتي عم تلعبي معي، رح خليك تعضي أصابيعك من الندم. عمي؟ بدون خجل لسه عم تقلي عمي؟ وين بنتي؟ خير؟ شو اللي صار؟ شو القصة؟ امبارح ما رجعت بنتي على البيت. لازم أعرف إنه ما بيتأمن لك. أنا مستحيل خلي حدا يلمس شعرة منها، عم تفهم علي؟ وين مخبيها؟ لك وينها؟ اسمع عبلة، القصة خلصت. عمي طول بالك. خلص يا قادر، خلص، عم أقول لك خلص. إذا كان إلك أو لأبوك أي علاقة بخطف بنتي يا قادر، والله لخليكم تندموا كتير. عمي، عمي لحظة، عمي، عمي، أنا بوعدك. ليك، إذا في إيد لأبي بهالقصة، والله لأقتله. وبإيدي. عمي قادر بيك، صباح الخير. اجيت لهون لحتى خبرك بمعلومات مهمة كتير كتير عن خطيبتك. ليش مين انت؟ وشو علاقتك بالقصة؟ انا طليقته لمراد يالنز. مراد، كيف ما فكرت بهالشي؟ وينه قادر؟ هالمجنون راح هلا. وين راح يا بنتي؟ راح لحتى يتجوز هاي الغبية خديجة. لوين يعني؟ يعني أنا لازم صدقك؟ ليش لا؟ والله ما كنت بتوقع أنك رح تعمل هيك. أنا سمعت حكي الدكتور مروة. ما رح أقوم يعني ما رح أقوم. أنا مالي مصدقة أبداً اللي عم شوفه بعيوني. مراد يالنز عم يسمع كلام الدكتور. يمكن لأنه لما انضرب راسي رشق لي عقلي. إيه على مهلك. أنا بدي روح هلأ، أنت ارتاح. قادر؟ وين ميسون؟ احكي وينها؟ خطفتها؟ اتفقت مع ابي ما هيك؟ انتو مجرمين وعم تبعت لي طليقتك وراي؟ سونا يعني؟ ليك اسمعني، انت ما بتعرفه لابوك منيح. انا ما بدي اسمع هالحكي. بعرف منيح كيف بتفكروا، بس كمان بعرف شو أعمل. قادر، شو رح تعمل؟ طول بالك. من اليوم ورايح ما رح أسمح لهالختيار يتدخل فيني. رح أرتاح منه للأبد. قادر، قادر. بابا قلي وين البنت؟ ما بعرف. بالكهرباني. وين بدها تهرب؟ ماسكينا من الإيد اللي بتوجعها. فكر إنها رح تضحي بكل شيء ببساطة؟ شو لكان؟ إيه. شو بدنا نعمل هلأ؟ هي شرطة. مين؟ هذا شرطي.
أكيد عرف، أكيد فهم. القصة خلصت، يلا نهرب. بسرعة بابا، هدول هن زيدين، اهربوا من حقك انت وياه. امسكوه بسرعة. هي كمان فشلتوا فيها، هلا هيك تعملوا؟ اخذتوا نمرة سيارة؟ ما شفناها سيدي. لو شفتوها كانت معجزة، شي مرة فشوا لي قلبي، مرة واحدة وبس. ميسون؟ أنا أبوك، عندي شغلة بدي إياك يا ابني. لا أنا مالي ابنك، وأدعي ما أشوفك. رح تشوفني أكيد، لا تخاف. تعا على العنوان اللي رح أعطيك إياه، هذا آخر طلب لإلي. ماشي، رح أجي بس ما رح تكون مبسوط. جاي هي آخر مرة راح أشوفه فيها. متأكد يا ميسون إنك راح تعمل الصح من عيونك؟ مراد الد... مراد يي؟ انت شو عم تساوي هون مراد؟ سونا، بدي اعرف كل شيء. شو قلتي لقادر؟ او شو بدي اقوله يعني؟ سونا، يلا احكي. اهلين. كيف فتت على البيت؟ انت كيف هربتي من بهرام؟ هلأ مشان هدول الناس يا ميسون عملتي هيك؟ مفكرة إنه كل شي خلص؟ احتالي على قادر ومفكرة إنه عصمت بده يتركك؟ خدعني، شو أعمل يعني؟ إيه معك حق، بهرام وينه؟ هربت، ضربته على راسه، قام غمي. هو كان عنده بس طلب واحد، كان بده بس يحمي ابنه، عم تفهمي؟ بشو عم يغلط؟ لك يا ميسون، انت بتعرفي انه فينا نصحح كل شيء. ميسون وينه؟ ما بعرف، هربت. هاشتاك كذب، وينه؟ والله ما بعرف. شو بدك مني؟ شو لسه بدك؟ بعرف بدك يعني اقتلك. انا بس اللي بدي اياك تعرفه، بدي اياك تكون مبسوط. انت؟ مو انت عملتني طعم بالسناره ورميتني؟ اه مو انت اللي خربت لي يوم عرسي؟ هو ما كان عرسك، كانوا عم يخدعوك. سكوت سكوت، مفكر الناس مثلك؟ اجا الوقت اللي رح تطلع فيه من حياتي كلها بدون رجعه. سمعتني؟ عم تفهم؟ بسرعه قادر، لحظة بكفي، أبوك معه حق. أبوك ما غلط بحقك أبداً، أنا اللي غلطت، واللي منعني من إني أتعلق فيك هو أبوك يا قادر. أنا ماني بنت عصمت، أنا خديجة. أنا كنت عبارة عن لعبة مشان يحتالوا عليك فيها، وأبوك لأنه فهم هالشي خطفني. بس ليش؟ بسبب أخوها.
هاد هو. أخوها مريض، مريض كلية. بنظر خديجة كان في حل وحيد لتخلي أخوها يعيش، وكان هالشي حرام، بس قلبها ما طوعها. ليش؟ ليش اجيتي؟ لأنه صار شي مو حاسبته. أنا حبيتك. قول كذابة، قول حقيرة، بس اللي صار صار يا قادر. لأنه بكل خرابة إلا ما يكون في أثر لشخص صالح عاش من زمان. أنت كنت بتعرف هاد الشي؟ أنا حاولت فهمك بس ما سمعتني. كان معك حق لما ما سمعتني، بس أنا كنت رح أقتلك. أنا بستاهل يا ابني. كان لازم صدق إنه الناس ممكن تتغير بابا. كان لازم صدقك من أول مرة، لأني إذا ما صدقتك إنك تغيرت ما رح صدق هالبنت، وأنا بدي صدقها. أنت رح تصيري مرتي. بس هالمرة ما رح تكوني طعمة بسنارة. تقبلي تتجوزيني؟ هلا كل شيء تمام. مراد، انت شو عم تعمل هو؟ ولا شيء. رح تموت لك ابني، رح تموت حالك. سيدي عصمت وينه؟ هرب، هرب مع ابنه. هلا وين هالبنت؟ ميسون اعترفت لي بكل شيء، وهي عند اخوها. يعني هلا انت بتعرف كل شيء مو هيك؟ ايه، وكله بفضل ابي. يعني هلا انحلت المشكلة؟ على الأغلب. عنا عرس وأنا عازم الكل. كل شي خلص هلا، وإن شاء الله أنت رح تطيب. أنا فرحان كتير بس لأنك فرحانة. مو مطولة. اتركه. اوعك تصرخي، امشي. ابني طول بالك. يعني كذبت علي بس مشان تهرب؟ اذا بدها تهرب كانت هربت. طيب ليش لهلا ما اجت على العرس؟ اتصلتوا بالبيت؟ بعثت الشباب لهنيك بابا ورجعوا. نستنى كمان شوي. ايه عصمت، شو صار؟ كأنك بطلت تقول عمي. انسى. انت يعني فكر انه العملية هي خلصت؟ اذا بدي اخذ المصاري باخدها، بأي طريقة ما بيهمني. اسمع منيح يا ولد،
بده مصاري. ميسون وأخوها هلأ معه. شو لازم نعمل؟ لازم نروح. بابا بس هذا واحد مجنون. وأنا مثله. يعني مستحيل نترك البنت عندهم. لحالي اللي وينهم هلا؟ ابشر. مو مشكلة، كل شيء نظيف. تعرف انك رح تدفع الثمن غالي؟ بالاول ادفعي اللي عليك وانا افكر بالباقي. ليكن هون، خليه يتركهم بالاول. جيب الشنطة قريب. استنى. وافي وافي. ماشي، والله انت مالك ذنب، لانه كل الذنب ذنبه. ميسون ليش خنتيني؟ ليش عملتيها؟ بابا دير بالك. بابا قادر. لك واقف على حيلك يا حقير. ابني مانو حقير ولا انت الحقير. لا تتحرك، اترك المسدس. مراد، مراد انت منيح؟ ايه منيح. قادر. انا ما فيني شيء. يلا بس خذوا المسدس. يلا امشي. انقذت حياتي. لا بلا، انت انقذتني. حتى لو الي حق فانت دفعته، ولا ما بدك يعني اقول لك اياها. انا مسامحك من قلبي مراد، انت يلي رجعت لي ابني مره تانية. شكرا شكرا. مراد مراد مراد، ارد علي. مراد 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 ابني مراد. ساعديني بالله، تساعديني. أنا خايف، ساعديني لك، ساعديني. على مهلك، دير بالك شوي. ايه شوي شوي. ماشي. يلا شباب من هون، من هون اذا سمحتوا. حتعطيني اياها انا؟ يا الله. بسرعه شوي. لا تقلق. شو اللي عملته بحالك؟ ايه هيك هيك. بس اللي ليش هيك؟ انا قلت لك كمان شوي. ما بيصير انت عيب حالك. لحظة. شو يلي عملته؟ على مهلكم. شوي شوي. مراد، شو حالة المريض يا مروة؟ احكي لي شو صاير معه؟ فحصتي ضغطه؟ لا أنا ما بعرف. مروة شو يعني ما بتعرفي؟ ليش أنت شو شغلتك هون؟ خلص تركي أنت. لك بسرعة، الزلمة عم بيموت. بسرعة بسرعة يلا.
طمنينا يا بنتي. بصراحة وضعه صعب كتير، ما بعرف شو بدي أقلكن. طلع معه نزيف في دماغه، هي القصة كتير خطيرة، وعنده شريان مسكر، بس لهلأ عايش. بنتي احكي، ما في أمل يطيب يعني؟ كل شي ممكن يصير بابا، كل شي. مراد ابني، أوس؟ أوس، في صوت برا، قوم. بيكون الهواء. سكر الباب منيح. أوس، في حرامي. بس بس خلاصي. ساعدني، ناديلي ناديلي أوس. مراد في، مشاني في، مشان الله في، رح أقول لك شي بحياتي ما قلت لك يا. لازم تعرف إنه إنه أنا يا مراد. مروة، عطيت الدواء للمريض يلي بالغرفة 15؟ لا نسيته، بعدين لازم أنا يلي شوفه، شو ما في حدا غيري. طبعا في غيرك،
بس كأنك مفكرة إنه ما في عنا بالمشفى مريض غير مراد. نحن في عنا أكثر من 100 مريض. بترجاكي بترجاكي سامحيني، مشان الله سامحيني، بترجاكي بترجاكي تسامحيني. مستحيل، ما رح سامحك أبدا أبدا أبدا. أنا ما رح سامحك بحقي أبدا، ولو شو ما عملت أنا بحياتي ما رح سامحك أبدا أبدا أبدا. ماما ملاك، قلتك عمو مراد رح يطيب يا ترى؟ إن شاء الله يا رأفت، إن شاء الله بيتحسن. بس إنه مو حاسس إنه رح يطيب. رأفت شو هالحكي؟ ما بصير تحكي قدامه هيك بالمرة. يا الله شو هاد؟ دكتور؟ دكتور؟ وينو؟ وينو؟ ست ملك، خير يا زينب؟ بيتك ست ملك، بيتك عم بيبيعوه هلأ. ها؟ والله. شو في يا ابني؟ انتو شو عم بتساووا؟ في حجز على البيت، نحنا لازم ننفسه. من شان شو هالحجز؟ مراد يالنز ابنك؟ ايه، لانه حضرتك فلتي بدين وهو ما قدر يوفيه، الحجز لازم يتنفذ. هو من امتى هالدين؟ من شي 4 سنين تقريبا، بس مو مهم، خلينا نكمل شغلنا. اذا بدك تقدري تروحي على المحكمة وبتقدمي شكوى هنيك. بس يا استاذ، مراد هلا عم يعمل عملية بالمستشفى، هلأ ابني بين الحياة والموت. الله يخليك استنى علي يومين، أنا رح حاول دبر لك دفعة من المبلغ. يعني حرام عليكم ترموني بالشارع بهالبرد، نحن بحياتنا ما أكلنا مصاري حدا. يلا خلصوا بسرعة ولا تخلوا شي بالبيت. يا بنتي شوفي، مراد بيكون ابني، طولي بالك، أنا رح أدفع كل الدين. بما أنه هو عليه دين أنا مجبورة أني وفيه، بدي تمهليني شي يومين بس، يومين. ممكن تبعدوا هالمرة من وشي؟ يلا يا أختي يلا. شو عملت لك؟ ليش هيك عم تحكي؟ إذا بدك اسألي ابنك الحرامي. يلا كملوا شغلكم. مراد، مراد حبيبي، مراد أمي يا ابني. الحمد لله على طول يا ابني. الحمد لله. بدي أسألك سؤال أمي. شو مراد؟ شو وين الكل؟ ليش ما في حدا هون؟ هلأ هنن مانن مجبورين، بس يعني معقولة ما حدا إجي يزورني؟ حتى مروة. بما أنه أنت حرمتني من روحي، أنا رح أحرمك من هالعالم كله يا سيد مراد. بتشوف؟ على مهلكم، انتبهوا منيح. يلا الحمد لله على السلامة. كيفك هلا؟ على مهلكم يا شباب. يلا يلا. بدي اسألك سؤال. تفضل. بتعرفي وين مروة؟ والله مروة انفصلت من المشفى. ليش؟ لما كنت مريض اتضايقت كتير وما عادت اهتمت بشغلها أبدا، حتى إنه كانت رح تموت مريض بالغلط. بدهم يحققوا معها هلا، لهيك ما بظن إنه رح ترجع على الشغل. ماشي، الحمد لله على سلامتك.
يا الله شو عملت أنا؟ الحق علي، كل هالشي صار بسببي. أنا خربت لها حياتها، خربت لها كل شيء. اهدى يا مراد، من شان يطول بالك، كل شيء بيتصلح، ولا يهمك أنت، كل شيء بيتصلح إن شاء الله. هلا أهم شيء صحتك، الحمد لله. المهم أنك أنت منيح هلا. لوين رايحين؟ شو ما بدك تروحي على البيت؟ أمي شوفي، ردي علي. ما رح نقدر نروح على البيت هالفترة يا ابني. ليش؟ أمي جاوبيني، ليش ما فينا نروح على البيت؟ مراد اهدى، ليش هيك عصبت؟ كان في دين قديم والفوايد طلعت عن الحد، لهيك إجا البنك وحجز على البيت. كيف ممكن يصير هيك شيء؟ من وين إجا هالدين هلا؟ طيب خلينا نسدده، مو أحسن ما نطلع من البيت وننزت بالطريق؟ امشي نحكي معهم. ايه منحكي معهم يا ابني، بس بالأول خلينا نروح هلأ ونرتاح شوي لعند الخالة زينب. شو صار لك أمي؟ في شي تاني لسه؟ وين بدنا نروح بحالنا؟ لعند سونا. أبداً، مستحيل روح لك. أنا شو عامل بحياتي؟ يا الله يا ربي، اسمعيني، أنا ما بروح لعند سونا، وإذا بنام بالشارع بيكون أحسن لي. عيب عليك يا مراد، لازم تقول الحمد لله لقينا مكان ننام فيه. بس يا أمي، خلصنا بقى يا ابني. يلا خلينا نمرق من جنب الفرن، من هون من طريق الفرن. لا تقولي كمان الفرن راح. مراد وقف. مشمعين؟ سكروه بالشمع الأحمر، قال مشان النظافة، صار له شي 3 أيام. شلون يعني؟ نحن كنا عم نعمل كل شي علينا. طيب وين عم إبراهيم؟ ما شفته، ما عاد بيّن من وقت ما سكر الفرن. في شي ورا اللي عم بتصير معي، مستحيل تكون كل هالشغلات بالصدفة. وقت اللي صار الحجز كان في وحدة واقفة معي اللي عم بيفضوا البيت. مين؟ ما بعرف، بس شكلها غنية. شو يعني؟ طيب شو بدها منا؟ مو منا، منك. هي قالت لي انه انت السبب بكل اللي عم بيصير. مين امي؟ مين هي؟ احكي. ابني، هي اول مره بشوفها فيها، بعدين ما بعرف اذا لها علاقه بهالشغله. انا رح اعرف. كيف بدك تعرف هالشي يا ابني؟ اكيد الضابط عاصم بيكون بيعرف. مراد استنى، لا تروح لعند عاصم. مرحبا. أهلين، بدي فوت لعند الضابط عاصم لو سمحت. مو هون؟ لا، بس الموضوع ضروري كتير. أنا الضابط عاصم، أنا الضابط عاصم. عم اسمعك، حول. اسمعني يا ابني، صاير حادث قريب من الإشارة يلي على الطريق البحري، خلي العناصر القريبين يتحركوا فورا، وخليهم يبعدوا كل شي سيارات على الطريق لأنه صار عجقة كتير. الرجاء إرسال فريق مختص على المكان، عم يستنوا فريق بأسرع وقت. ماشي، هلأ منبعد دوري. نحن عم نستنى سيدي. لك ابني روح من وشي. طيب أنا شو عملت؟ مين اللي عمل هيك؟ مين عمل هيك؟ مين يعني؟ أنا عملت بحالي هيك، ضليت ماشي وراك بهاللعبة تبعك يا أمراد، حتى صار عندي أعداء، حتى رئيس الفرع تبعي ما بده يشوفني. سيدي مستحيل يصير كل هالشي صدفة، بيتنا والفرن ووضعك كمان، مستحيل هي صدفة، في شخص كان ورا هالشي. ايه طبعا اكيد في شخص، وهذا الشخص هو انت. مو زعلان على حالي لانه ما بقى لي شي لاتقاعد، بس بنتي انت هيك عم تضرها مراد. بس انا بحياتي كلياتها ما فكرت ضركن. هلا اختصر اختصر حكيك، واذا ممكن تتركنا بحالنا، خاصة مروة. خلاص انت ضريتنا ومشي الحال، خربت بيتي وانا عم ساعده ليوسف، وبسببك يا امراد بنتي تركت شغلها. خلاص بقى اطلع من حياتي، اطلع. مروة افتحي الباب، مروة بترجاكي افتحيلي.
مروة؟ كيفك مراد؟ شو أخبارك؟ مروة أنا ما عم بفهم اللي عم بصير. ما في شي مهم، بس تقلعت من الشغل. طيب ليش؟ أنت ممرضة منيحة. لا مو كتير منيحة. لا أكيد في حدا ورا اللي عم بصير، أكيد. ما عم دور على مبررات مراد، بعرف غلطي. شو هو غلطك؟ هو عدم الخبرة. نقدر نمشي ونحكي؟ عم جهز غراضي مراد، أنا لازم أطلع. غراض شو؟ وليش؟ بدي أطلع على الضيعة لعند جدي، لازم بعيد عن هالمكان لحتى تخلص كل التحقيقات. رح تروحي؟ بس لفترة. ترجعي بالسلامة مراد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. صحة، إن شاء الله يعجبوكم. عملت كل الأكلات بإيدي. يسلموا إيديك يا بنتي، بس والله أنا معي ضغط. والله ما فكرت بهالشي. رح أعمل لك أكلة تانية. يلا يا أولاد. يوسف أنت أكيد جوعان. مراد يلا عود على السفرة هلأ وشوف كيف رح تتحسن فورا. شكرا سونا، مو جاي على بالي. ليش عامل أكل كتير؟ ولسه في حلو بتاكلوه بعد الأكل. يلا تعال. ابني مشان خاطر أمك كلك لقمتين، إذا ما أكلت بتدوخ. أنا رايحة أشوف الشاي وراجعة فورا، ماشي؟ أمي سونا مو صاير لشي؟ ما بعرف، يعني لازم يكون في شي؟ لا بس شو هذا كله؟ يا الله هلأ بفيقوا. إيه قالوا نعم. هلأ ما فيني اشرح لك. شو قلي لي كيف؟ طيب طيب بشر ولا لا؟ انت خربت حياتنا، انت خربت حياتنا. لك انت ما بتعرف شو عملت. وهي إلينك. شكرا ماما ليلى. امشي تفرجيهم. شوفوا شو جايبت لكم اليوم ماما ليلى. سلام اهلي. انت عن جد بتحبيني؟ طبعا بحبك يا عمري. هات لشوف، انا مرة عايشة لحالي، يعني بدير بالك منيح. عرفت مين؟ عرفت الحرامي مراد يلنز. سمعت انه مراد بده يبيع الفرن تبعه،
والزبون بالفرن كمان، ومراد رح يسلمه. نحن فينا نقنع الزلمة، لازم نوقع مراد بين ايدينا وما عندنا وقت كتير. يلا بسرعة. انتي ما رح تصيري ام لالي ولا لسلام، انتي ما عندك رحمة. يوسف، يوسف اسمعني. لا تروحي مراد، مشاني لا تحاول. مو مجبورة تروحي، ما في شي ما له حل. يلي صار كان غلطي، أنا فهماني عليك بس لازم روح.